عسلامة. اليوم باش نعملو فيديو جديد، باش نعملو فيديو على تاجي تداوين متاع الماتش تاع بطولة تونس غدوة. ان شاء الله تاجي تربح. اليوم باش نحكيو على الماتش تاع غدوة، شعباني جاي تاجي مجدي تراوي متاع اليوم. تسمع كان في موزايك، في برشا اشاعات تشوف يحكيو على كان عن موين شعباني اليوم. تسمع كان موين شعباني اليوم، وان شاء الله يعمل كيما قلت، ان شاء الله يعمل حاجه باهي للتاجي تاو غدوه. تاجي غدوه لازم تربح. بالنسبه كيما قال المدرب، قال بالنسبه ليا لازم تربح، واضح لازم تاجي غدوه تربح. لازم غدوه ما نخرجوا بالفيكتور، لازم او مون ترجع الروح شويه تاجي متى مونتالمون كيما ومونتالمون كيما قال المدرب سي شعباني. وواضح خاطر مونتالمون تشوف الملعبيه بتباع تسع عليهم. ديجا كي نحكي لك على الماتش تاع ليالي، خسرت كلاسب شي في لالي، خسرت سويقس اثر عليهم، خسرت الكلوب من الكلوب اثر عليهم، ليالي اثر عليهم. ومن بعد ماتش روتور تأثر عليهم، ما تأثر عليهم أثر، ما تأنفلونسي، ما تأثر. ماتش فما في ثقة، ماتش فما ثقة، ماتش فما كونفيونس وكل ما شاء الله. توا موين شعباني اليوم بالنسبة لي أنا، موين شعباني باش يرجع شوية تاجي في السكة متاعها. خاطر اليوم كي نشوفوا الفيديوهات ماتا في موزايك، ماش تشوف موين قاعد يحكي مع تاج، يعمل تحكيم، مش باش تبريزونت او كل، مش باش يعمل عسلامة اسمي عسلامة اسمي معين والكل، ما تا باش يحكي، مش باش يحكي، باش يعمل بريزونتاسيون على روحو. نلعب يعني الناس الكل تعرفو ود التاجي بتبع توا. فما ملعبي اللي ما يعرفوش، يعرفوه اما جامي درب عليهم، ما تاكي مع مريار تو جاي ما كان ما شكون، وعندك معتز سدام، غايس الوابي بتباع. اما اليوم عمل تحكيم مع ملعبية. كي تشوف شعباني خير من معلول، شوف شعباني اللي عجبني حاجة في الشعباني، ما يعملش باراتان كيما نبيل معلول. نبيل معلول ياسر باراتان باراتان، ما يحكي في الـ يحكي كلام زايد، اللي كلام لا والو. شعباني يحكي الكلام وموت باهي، معناتها كلامه يقول لك غدوة مش يركز كان ماتش غدوة. شعباني كي تحكي علو، كي تحكي له، كي تحكي له شعباني ماتا بالنسبة لي هو مركز على ماتش غدوة. شعباني توا مركز كان على ماتش غدوة، ناس كل تعرف سي شعباني مركز كان على ماتش تاع الغدوة. توا شعباني مركز كان على غدوة، توا شعباني هو يخبي التراجي ماتا ترجع في سكتها، ماتا ترجع في الكلاسمون، ماتا ترجع مو تروازيام ولا دوزيام، منعرفش ترجع تروازيام ومو بي، ترجع شوية الروح الملعبية ومو ترجع شوية. ان شاء الله غدو يعمل حاجه باهيه، وباش نحكيو غدو شنو تاج لازم يتحسن. كيما قال ديجا مونتالمون لازم تتحسن، في التيران لازم تتحسن، لازم التحكيم يتحسن، خاطر ما عندكش تحكيم تخسر. لانتنسيتي تاع الماتش، لانتنسيتي والجو والكوليكتيف، معنتها الكوليكتيف والعقليه والكومبينيزون، ما تاع الدواليت لازم تاجا كي لازم ترجع، وما تعملش حالات في الديفونس والدبش لازم يفيق على روحو. ما تاع ما تاع كونتر بيرفورمانس هايبين سي تخي دبشي، توا لازم تفيق غدوة، تتاوين غدوة تلعب تاجي نورمال لازم غدوة. باش نحكيلك بالرسمي، باش نحكيلكم بالرسمي، غدوة لازم تربح تاجي، ما عندهاش حتى شوا. 4 ماتش خاسر، 4 ماتشات معلم، كيفاش 4 ماتشات؟ ما تتوز من نربحو 4 برشا. كان جينا خاسين كلاسة ماتشات باي،
اما كان جينا ما خسرناش ونعرف وخرجنا من دوري افريقيا نعرفها عادي، ما تنجم ترجع شوية الثقة، نعرف اللي خرجوا، اما تنجم كان عامل 0-0 ترجع الثقة الملعبية، ترجع لهم الكونفيونس والكل، ترجع لهم شوية. وباش نحكيو شوية على التشكيل، ما بالنسبة لي انا باش تلعب على الباكلاسا كاسا اللي نعرفوه مع موين الشعبان يوم قبل، ما بالنسبة لي انا دبشي في الجول، بعد حسام بن علي، معناتها حسام بن علي تو جاي، شكون في الديفونس؟ معناتها ما عندكش ديفونسور بي، معناتها ما عندكش ديفونسور بي، بعد بن حميدة ممكن باش يحط جون، معناتها ما عندوش باش يحط يعقوبي ديفونسور، يعقوبي وتو جاي ان شاء الله يعقوبي يفيق، ما عملش الغلط تاع ماتش تاع سويقس. بن حميد، بعد محمد علي برمزان تو جاي، محمد علي برمزان بوغرين، شكون بعد؟ فوسيني كوليبالي، وبنسباليانا بعد باش يحط البدري، بنسباليانا يحط البدري بين حمودة وميموني، هكاك تعجي باش تلعب. نعم انا كي جيت شعباني يحط ميموني من ديبيوت تاع الماتش، خاطر ميموني يلعب، علاش ما لعبتوش تراجي عام كامل؟ سنة تاجي شفنا براتيكمون الملعبين، شتا الملعبين اللي نعرفهم كيما الميموني بريما ما لعبوش سنة. نعم، وحاجة بيه عند شعباني اللي باش يقول لكم حاجة عند شعباني، وما يدور الإفكتيف ماتش كيما ما شكون نبيل معلول، نبيل معلول ياسر نفس الإكيب، وما شعباني يدور شو اللي فيك كيف يعمل تورنوفر وما يعرف. ما توا بالنسبة لي هو توا شعباني مركز، توا مركز على زوز ماتشات تاع اليوم وتاع نهار احد ان شاء الله اللي باش تلعب الجمعة الجاي، بالنسبة لي انا مركز على الماتشات زوما، توا مركز على القاب كيما نقولوا، مركز على زوز اوبجيكتيف. وتوا باش نحكيو شوية على الغيابات، غيابات معنتها غيابات لوني مونش لوني، خاطر لوني جا اما يترينا وحده، شعلاني كيف كيف، معاذ بن شريفية غايب، رياض بن عياد، او معطى السدام، ياسين مرياح، تاسر بتبقى، شفت كلهم اللي غايبين بتبقى، ياسر عليهم ملعبين كبير كيما رياض بن عياد ما عادش يلعب حتى لآخر موسم، لو كان عم جاي نستناو وكان جي عنا هو نجم نعمل حاجة، وبالحق كان جينا عنا رياض بن عياد تاجي نجم تعمل حاجة، ما فهمش لوني بالحق، ما فهمش لوني ما تاجي تعرف تتصرف عند رياض بن عياد، كان جي لنا باهي. اما بالنسبة لي انا لوني باش يرجع في الفينال، لوني وشعلالي باش يرجعوا كلهم في الفينال، الملعبات تاع الكل باش يرجعوا كلهم في الفينال. وكاو بالنسبة لي انا شارع غدوة نربحو نرجعو في السكة اللي نعرفوها، وجمهور سمعت الجمهور ماتا الفيراج باش يرجع، ماتا لابونمون كان جمعت الفيراج باش يجيو غدوة، حتى الجمهور متعاقب من كاس الشامبيونز ليغ، ماتا كان جمعت الفيراج ماتا لابونمون كل سمعت كان جمعت الفيراج باش يجيو غدوة، زوز ماتشات ممكن وان شاء الله تربح، ما تاخد وان شاء الله تربح جمهور ولا مخ الجمهور، الناس كل تستنى، وخاطر جميع تاجي جاي البارك يدز، تاجي على فيا لامور، تاجي مكتب ماتا باب السويق الخلفاويين، الناس كل تاجي اكبر جمعيات تاع تونس، وزم توا تراجي ما تتوا تراجي زم توا تراجي تفيق روحهم ما تغدو، وإن شاء الله غدوة تلعب هكاكا، وإن شاء الله غدوة تلعب تكتيك جديد خدمة جديدة إن شاء الله. اليوم شفت لانتينمون موين شعباني، كي تشوف موين شعباني باهي، خاطر باهي انتريسون شعباني كي تشوف ويتكلم مع ستاف والكل، تشوف انترينور نبيل معروف في لانتينمون ما يتكلمش، اما شعباني يتكلم يقول كيفاش باش نلعب والكل، وماشي تراوي
الناس الكل باش ممكن جماعة اللي نعرفهم تاع تاج الكل باش يرجعوا، ونتفكر فما واحد ما عرفش شكون باش يرجع سيف على والي. سمعت هكاكا، سمعت قبيلكا باش يرجع ما عرفش شكونو باش يرجع، كلهم لقدم باش يرجعوا بخواجة بيا، معنتها خواجة بيا تاجي كيما قلت لك انا تاجي ان شاء الله، تاجي تاجي السكتة اللي نعرفها اللي نعرفها، وكا غدوة الربح ونلعب ديجا غدوة كيما قال مونيش عبيري، نعرف قال اللي زوز ماتشات امبورطون مهمين، اما اول ماتش ديجا غدوة، غدوة رياكسيون معنتها غدوة لازم رياكسيون من الملعبية الكل، معنتها ما نجموش ما عندناش حتى حق لازمة غدوة أزيمة، لا ما عندناش حق نخسر غدوة، غدوة الربح وغدوة شعبان، غدوة ألعبوا بكلية بعقلية، ما عرفش كيفاش تلعبوا، ألعبوا بالعقلية بلوا المريول ألعبوا شوية هكاك نقول لهم. مالا وفات الفيديو مالا ما تنساوش اللايك والكومنتير والابونمون تتا فوز ابوني، وان شاء الله تربح، وغدوة متقنا غدوة فيديو جديد تاع تاجي وتتاوين بعد الماتش، وكاو تاجي دولة ان شاء الله تربح، وان شاء الله في الكلاسمون نرجع ترجع شوية، ترجع تروازيام معنتها نرجع شوية في ترجع شوية الروح الملعبية، وكاو ان شاء الله شعباني يعرف كيفاش يجاري الماتش متاعو، وان شاء الله الملعبية نسكوز تستنى في رياكسيون ان شاء الله. غدوة ملتقانا، غدوة باش نعمل فيديو باش نحكيو كل كيف شنو اللي باش يصير غدوة على العوالم، نستناو كل في الماتش، وممكن كي جامي تاجي ممكن فيراج يرجع نجم تعمل حاجة بين تاجي، اما جمهور ميري جمهور كيما قلت لك جمهور ولا ميري جمهور لازم تربح تاجي اكاو. السلام عليكم، ملتقانا غدوة ان شاء الله.